انت علاش شتي هاد الميكرو عندك؟ الله يجازيك، قربيه الله يخليك، قربيه تعال. لا شوفي شوفي. اذا صباح الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر، وجمعه مباركه جميع متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. وللاسف كل قصه ديالو في هذه الحياه وكل ظروفه المعيشيه. اليوم حنا مع اللا جميله ام عازبه اللي عندها واحد الطفل واللي ما رحمتهاش الحياه وما رحموهاش الناس، فبالاحرى انها اطلق يعني المسار ديال الحياه ديالها. جميله اللي يعني اللي عاشت الامرين مع الاسره ديالها، مع الام ديالها ومع الاب ديالها اللي سمحوا فيها وهي صغيره، وكانت تخدم في البيوت يعني خدامه في البيوت، ولقات نفسها بان ظروفها يعني كبرت انه في وسط التحرش، كبرت في وسط الاستغلال، كبرت في يعني في امور اللي صعيبه. في الوقت اللي تلاقات مع واحد ولد الناس على اساس انها باش تبني اسره وتبني يعني الحياه معاه، وانه يكون واحد الاستقرار، يعني تطيح في نفس المشكل اللي كانت عايشه مع والدها، تعاود ثاني تعيش نفس المشكل والامرين مع الزوج يعني الاب ديال الابن ديالها اللي رفض انه يعترف بالابن ديالو. جميله اليوم اللي كل يوم هي عند واحد الناس يعني ولات عايشه حاله تشرد، ولات كل مره عند الناس يعني تترمى، وكل مره عند الناس باش انهم ما تكونش عرضه للاغتصاب، ولا الابن ديالها عرضه للاختطاف. نخليوها هي تحكي القصه ديالها لكم متتبعينا من خلال هذا المباشر. تفضل جميله، يعني حكي لنا كيفاش كانت يعني البدايه ديال الحياه ديالك وكيفاش عانيت. البدايه ديال الحياه ديالي كان الوالد مفرق مع امي، تفرق معها وانا عندي 3 سنين صغيره، وخوتي الاخرين كانوا كبار يعني كبر مني. يعني امي في واحد الوقت يعني اللي مشى الاب ديالي وخلى يعني ما عندناش ما ناكلو ما عندناش ما نشربو، كتمشي هي كتخدم علينا في كادير، وحنا في طريق هنا في مراكش، هنا في طريق اوريكا حنايا البلاد ديالنا. وفاش كاع كبرنا شويه، كبرت انا شويه، عطاتني امي للناس وكبرت عند الناس، وتكرفسوا عليا الناس اللي خلوني عريانين، وكانوا كيضربوني وحرقوني، بقى فيا حرقه انا في كتفي. وكبرت في تماره يعني، وفاش كبرت كاع وكنمشي عند الام ديالي، انا فاش وليت كبيره وسين الرشد وداكشي كنمشي عند الام ديالي، ما كتستقبلنيش، كتخاصم معايا وكتجري عليا، لان واحد النهار جرات عليا رمات لي حوايجي وقالت لي انا ما غاديش نقعد انا هنا في مراكش، انا عند غادي عند ولدي، غادي عند خوك الطلب اللي ندوز عندو رمضان. وجرات عليا ومشيت انا، جيت عند خالتي، وعند خالتي كنمشي عندها، مشيت عند خالتي قعدت عندها شي يامات وما عنديش باب فين نسكن، وديك خالتي مسكينه ما عادش نقدر نبقى متقلة عليها وداكشي. ومشيت وبقيت سولت واحد السمسار وقلت لي عافاك واش كاين شي بيت، لقيت بيت ب 6000 ريال وكريت داك البيت. داك رمضان ما لقيتش ما ناكل فيه، ما لقيتش ما ناكل، ما كريت بهاديك 6000 ريال، كريت داك البيت ب 6000 ريال وقعدت فيه حتى داز رمضان. وكنمشي عند خالتي وما كتخلينيش، كتعطيني ما ناكل وكتعطيني ما ناكل، كتقول لي امي سالا داك الشهر ديال رمضان ما باقيش لقيت فين نمشي. قلت نمشي لدارنا، ملي مشيت عند امي بدات تتخاصم عليا، وقلت انا نمشي عند امي حيت كريت داك البيت، قلت نمشي عند امي باش ما يلحقوش عليا الناس يقولوا هاد البنت يلاه كرات هاد البيت وما عندها لا اسره لا والو. مشيت لدارنا قلت ندوز العيد الصغير في دارنا، ملي مشيت لدارنا بدات تتخاصم امي، كتخاصم كتغوت وداكشي، وانا نقولها امي راه يلا رمضان هذا زعما يلا اليوم عيد العيد زعما، كتخاصم كتقول حنا ما درنا لا حلوى لا هاتي لا هاتي لا هاتي. قلت لها امي راه عيد العيد يلا داز رمضان زعما، بلا ما سميتو خويا ساكن حدانا راه غادي يجيب الفطور ونفطرو كاملين مجموعين. تقول لي شتي انتي جايه كتهضري ما جايبه حتى كيلو طلب صلاة، انا رمضان كله ما لاقيه ما ناكل، ما عقلاش عليا، ما عارفه لي اش واكله وشربه، كطمعه فيا باقي نجيب ليها، كطمعي فيا انا امي الا بغي الا عندي فلوس كتبغيني، ما عندي فلوس ما كتبغينيش، كتجري عليا. وسميتو ونعست في الزنقه ونعست في الضيوف بحال هكا فيهم، يلا مبنيين كحلين كندخل وكنعس فيهم، على اساس ما عنديش فين نمشي وما كنبغيش نتقل على خالتي. وخالتي مسكينه واخا كنمشي عندها ما كتجريش عليا ولا شي حاجه، إيه انا نفسيتي حاره ما كنبغيش نتقل عليها، حتى هي مسكينه غير راه هنا مسكينه، حتى هي انا راه هنا عندها بنيتها عندها ظروف. ونهار اللي وقع ليا المشكل في ولدي ما استقبلني حتى شي واحد، استقبلتني هي مسكينه 4 شهور عندها في الدار، استقبلتني مسكينه عندها ولدت عندها، ملي كاع ولدت عندها مولدت وداكشي استقبلتني، كملت 40 يوم ديال الولاده
ومشيت عند واحد السيده اخرى، وديك السيده اخرى حتى ما كتهلاش فيا، كتشري ليا الحليب لولدي وتعايرني وتسبني وكلشي. ومشيت ومن بعد منين مشيت، وبعد انا منين من بعد انا ديك السيده منين خرجت من عندها مشيت للجمعيات، مشيت واحد الجمعيه كاينه في الودايه، جلست عندهم، جلست عند هذوك، جلست في هذيك الجمعيه، جلست في هذيك الجمعيه تقريبا شي شهر، ما كايناش العنايه وما كايناش الرعايه في هذيك الجمعيه، والبنات اللي كيدخلوا كيتكرفصوا ما كاين. هزيت حوايجي مشيت عاوتاني واحد الجمعيه في فسميتو في طريق هذا، جيت السبت بنساسي واحد الجمعيه كاينه تماك، مشيت ليها حتى هي لقيتها حتى هي ما كيتهلاوش وداكشي. هزيت حوايجي عيط لي واحد السيد في التليفون قال لي واش غتخدمي عند واحد السيده، قلت ليه واخا ديت عندها ولدي، مشيت كنخدم عندها دايره لي 1000 درهم في الشهر وجلست عندها. حتى من بعد حن عليا الله، شافوني شي ناس لقاو لي واحد البويت كريتو، من بعد ما بقاش عندي باش نخلص الكرا ما والو صافي. وفاش كان الحجر الصحي راه ما لقيت انا فين نسكن، نعم ما عنديش فين نسكن، بقيت كنتلوحي من هنا لهنا لهنا، ما عنديش حاليا فين نسكن. نعم، يعني وكيفاش انه الاب ديال الابن ديالك ما بغاش يعترف بالوليد اللي عندك؟ ما داكشي اللي وقع ما بغاش يعترف ليا بيجا خويا كاع من الدار البيضاء وهضر معاه وداكشي، وقال لي هضر معاه وداكشي وما بغاش يعترف ليا به. وخويا مسكين تا هو عنده ظروف، عنده مشاكل وما يمكنش يبقى قاب ليا المشكل ديالو، عنده تا هو وليداتو في كازا وداكشي، وصافي تلغى داكشي ما بقاش. وعيط ليه انا واحد المره وقلت ليه دير معايا حل، قال لي انا ما ولديش هذاك، وكيست عليا التليفون لحد الان بدل نمرته وما بقيتش عرفت عليه حتى حاجه. نعم، ودروك انت ما تقدريش جميع تخدمي بسبب ولدك؟ ما لقيتيش ما كيقبلني حتى شي واحد بولدي، كنخدم ما كيقبلني حتى شي واحد، الا قبلني شي واحد كيقبلني نهار ولا يومين صافي، كيقول لي يا سيري الله يعاونك، ما كيقبلني حتى شي، وما عندي حتى شي حد اللي قابلو ليا حاليا انا بوحدي. انا حاليا بوحدي ما عنديش اللي قابل ليا ولدي. نعم، ولدي عندو 4 سنين ونص دابا حاليا، دابا حاليا انا عند واحد السيده انا جالسه معاها الله يكثر خيرها، ما عنديش اصلا سكنه دابا. ما شاء الله، يعني كيفاش تشوفي انت الحياه ديالك جميله في هادشي كلشي؟ انا كنشوف الحياه ديالي مره، حيت ما لعبتش انا في صغري، ما قريت، الام ديالي اللي تحتضني ما كايناش، قاصحه بزاف، الاب ديالي غبر 30 عام. 30 سنه غبر الاب ديالي، عاد بان لقاو خوتي، لقاو مسكين حتى هو تيبيع غير الما فواحد السوق، سوق بنساسي، لقاوه وجا حاليا دابا حاليا كاين معانا، وتا هو مسكين ما فحالوش وما عندوش، يعني جا لقانا كبرنا، يعني دورو لقانا كبرنا، يعني كل واحد شي تزوج كل واحد شنو، جا لقى انا عندي وليد الاب ديالي وما قال لي والو، يعني هذه هي الحياة. نعم، يعني تشوف حياتك كلها هي عذاب، كلها هي عذاب، كلها هي عذاب، كبرتي عند الناس. نعم، شنو شنو العالم اللي كيضرني دابا بزاف هي الام ديالي، ما تماتش بيا، ما حسيتش بالحياة الاهتمام ديال الام والوالدين، كبرت معتمدة على راسي، كلشي تنديرو لراسي، راسي حاليا دابا كلشي تنديرو لراسي، ما شاء الله حاليا كلشي واش تديرو الراس، هزه راسي براسي، يعني كنحس بالزمان قاسع عليا، قاسع. دروك شنو الرساله ديالك اختي؟ شنو بغيتي تقولي؟ انا الرساله ديالي تنطلب المحسن من هذا المنبر الله يجازيهم بالخير، شي سكين انا ولدي، لانني انا حاليا كنبغي نخدم بالدراهم، ما كنبغيش الحرام، بيت الحلال، وكنطلب من المحسن من هذا المنبر يشوفوا من حالي، وهذاك الوليد بغيتي شي سكينه الله يجازيهم بالخير. نعم، اذا كما سمعتوا وتابعتوا معنا متتبعينا، وللاسف انه ملي تكون يعني واحد السيده بوحدها في الزمان تكون يعني من الصعب انه يعني الرجل، فبالاحرى تنعرفوا الرجل تتغلب في الزمان، فبالاحرى ملي تكون واحد السيده يعني تجمعوا عليها الظروف كلهم، يعني ما عندهاش مكان فين تعيش، ما عندهاش مكان فين تستقر، ما عندهاش عمل بسبب واحد الوليد اللي عندها، لانه فين ما مشات ترفضها بسبب هذاك الوليد، لانه ما لقاش اللي قبلها الوليد، يعني ما كانش الاستقرار، يعني تشوف حياتها بانها عايشه واحد حاله التشرد، رغم انه مستقبلينها الناس، يعني خالتها تتعطف عليها، واحد السيده راهنا يعني هي اللي تتقبلها هنا في هذا المنزل، اللي تستقبلها ولمتى؟ الى متى؟ الى متى هذه تبقى تتقبلها هذه السيده هذه؟ يعني تجي واحد الوقيته غادي يولي الضيق، غادي يولي يعني تبغي راحتها في دارها، فبالتالي تلقى جميله لقات نفسها بانه بين الامرين، وهو انه خاص الاستقرار والعمل على قبل واحد الوليد اللي في العمر ديالو، شحال في العمر ديالو؟ 4 سنين ديال ونص، يعني وهو الخلف ديالنا، وتيشوف الام البكاء ديال الام ديالو، وتيشوف بانه حياته يعني ماشي بحال الاطفال، خصو يلعب، خصو انه تا هو يعيش بحال الحياه بحال الوليدات،
ولكن مكتب الله هو هذا. تنتمنوا خلال هذا المباشر صادقا انكم تساعدوا هذه الام هذه قدر الامكان، وانكم توقفوا بالجنب ديالها وما نخليوهاش في الظروف هذه الظروف الصعيبه. شكرا لكم، وتنتمنى صادقا انكم تبارطاجي. ما تخافش يا وليدي، ما تخافش. تنتمنى انكم صادقا انكم تحركوا وتساعدوا هذه السيده هذه، ما نخليوش هذه الام هذه بوحدها في الزمان وفي هذه الظروف هذه الصعيبه. الله يجازيكم بخير، وحنا في اليوم المبارك السعيد عند الله يوم الجمعه، على قدر الامكان نبارطاجيو نساعدوا قدر الامكان، ما نخليوش هذه السيده هذه الله يجازيكم بخير في هذه الظروف وفي هذه العواشر وفي هذا زمن كورونا. شكرا لكم وتحياتي لكم متابعينا من خلال هذا المباشر.